ايه اللي بتقوله ده يا صادق؟ انا برج مني فوق حيطير. والنعمة الشريفة هو ده اللي حصل، هو ده الكلام اللي قاله لي المعلم شعلان لما عرضت عليه ان احنا نورط له بضاعي. ومين الناس دول اللي ادوا السلاح؟ هو في حد غيرنا في البر كله بيتاجر في السلاح؟ حاولت افهم منه، ما رضيش يقول لي اي حاجة. اسمع يا طاهر، عاوزك تروح لحكمة وتجرد المخازن مخزن مخزن وسلاح سلاح وما تعوقش، مفهوم؟ مفهوم. ورحمة ابويا لو طلعوا له في دماغي صح ما هعتقهم واصل. انت تعبت يا ست الناس ولا ايه؟ لا بخير يا طاهر الحمد لله، لكن قلبي متوغوش قوي قوي يا طاهر، دي اول مرة اعمل حاجة زي دي، ربنا يجيب العواقب سليمة يا رب. جمدي قلبك امال. ان شاء الله ان شاء الله حنتمم المصلحة على خير، ربنا يسمع منك يا طاهر. بقول لك ايه يا ست الناس؟ خير. واني يعني لما احب اندهلك اقول لك يا ايه؟ قولي يا ام منصور. ان شاء الله حنتمم المصلحة على خير يا ام منصور. يا رب يا طاهر يا رب. على مهلك على مهلك يا ست هجمة. هو ده المخزن؟ ايوه. هو ماله غريب كده؟ على مهلك يا ست الناس. على مهلك على مهلك. يا ده يا طاهر حزني يا مري، فين السلاح يا طاهر؟ ليه شكله اتسرب؟ يا شرم حبيبي اشوف هنا شوف. يا ليله سودي، ده ما فيش ولا حته سلاح وحدي. يا خرب بيتك يا دياب، يا خرب بيتك يا دياب. ما تعمليش في نفسك كده. الحقني يا طاهر منصور، الحقني يا طاهر عشان يا ولدي يا طاهر. لا لا ايه ده؟ الحقني يا طاهر. ايه يا ليله سودي، ده باين له القرن طش وهتولد الليله، استرها معايا يا رب. يا طاهر انت متوكد انه وقت؟ متوكد انه وقت؟ ايوه يا سيدي، ومنصور كمان وزي القمر شبهه. الف مبروك يا ام منصور، يتربى في عزك. يبارك فيك يبارك فيك يا ولدان، يبارك. نفسي نفسي اشوفه، نفسي نفسي اضمه. انا مش عارف اقول لك ايه يا طاهر، مش عارف اقول لك ليه. انت من النهارده دراع اليمين. انا ما عملتش حاجه، ده انا ما عملتش غير الواجب، وبعدين اني لحم الدافي من خيرك. بس هو يعني ايه؟ حكمة حصل لها حاجة؟ لا يا ست، حكمة بخير والحمد لله، بس فيه مخزن من المخازن اتسرق. تقول ايه؟ اني رحت انا والست حكمة ام منصور عشان نجرد المخازن زي ما انت قلت، لقينا مخزن فيهم مسروق، ساعتها هي تعبت وانا خدتها على المستشفى. عملوها يا العلام، عملوها. معقولة؟ ممكن يكونوا هم؟ محدش غيرهم يستجري يعمل كده، كان خبرهم زين. دول يبقوا حفروا قبرهم بيدهم. طاهر، تاخد وهدان وتروح على المخازن وكل البضاعة المتبقية تنقلوها للمخزن الاحتياطي. مخزن الاحتياطي؟ ايوه، بس يعني انا ما اعرفش حاجه عن المخزن الاحتياطي ده. وهدان خبره زين، المخزن الاحتياطي ده كنا ندار فيه البضاعه لما الحكومه تشم خبر. عاوزين تكبروا على قفاي وانا ساكت؟ والله ما كانش العشر. هو انت كان حد عارف لك طريق جرة اياك؟ اديني جيت اقول لكم انه دياب البطاش لسه عايش ونفسه ما تكتمش في الدنيا. ما عاش ولا كان اللي يكتم نفسك يا ود اخوي، بس انا عاتب عليك. عتبان علي فيه؟ ليه تنقل البضاعه من المخازن من غير ما تدينا خبر؟ طب سطر ده عليكم، بعد ما بعتوا بضاعتي بدون ما تدوني خبر من مخازني. المهم فين بقيت البضاعه دلوقت؟ البضاعه دي حقي وورثي من ابويا واخويا. وفرض خدت البضاعه يا سيدياب، تقدر تقول لي كده هتعمل بيها ايه وانت هربان من الحكومه؟ انما انت لو معانا
حتسوقها لك ونحولها لك فلوس صايله كمان تسندك وقت ازمتك. برافو برافو عليك يا دمار، بس على شرط. شرطيه؟ تدوني حقي من البضاعة اللي بعتوها. وماله؟ حقك موجود، 50% من ثمن البيعة تاخذهم على دير المليم. 50%؟ والبضاعة كلها ملكي. ونسيت ثمن التسويق إياك. 50% ثمن التسويق؟ وهي سهلة يا دياب، دي مخاطرة واعرة قوي، وأنت عارف. ولولا أنا كانت بضاعتك في المخازن صدت من زمان. ده آخر كلام؟ أيوه ده آخر كلام يا دياب يا بطاش. ولا ما عجبكش روح دور على حد غيرنا يسوقها لك. بس خلي بالك للهفة منيك وأنت هربان من الحكومة ومش داري بحاجة. أجل يا دياب وفكر في مصلحتك وارضى بنصيبك بدل ما تطولش حاجة. وما تنساش وضعك دلوقتي. لازم تعرف يا دياب إنك هربان من حكم الإعدام وما أنتش حر نفسك. يعني لو جزفت في لحظة ممكن ينقبض عليك وتخسر كل حاجة. ها قلت إيه؟ ماشي يعني موافق. طاهر المصطهي حيكون حلقة الوصل بيني وبينك، حيقول لكم على كل حاجة وتدوني حقي بعد كل عملية. يبقى اتفقنا يا ود اخوي. اتفقنا اتفقنا يا عم. وادي يا سيدي الصندوق اللي اتفقنا عليه. تعيش يا ريس طاهر. شوف بضاعتك قبل ما تمشي. عيب يا ريس، الدار امان. ويعني انت هتروح فين؟ طيب يعني طالما الدار امان فين فلوسك؟ وادي فلوسك اهي. تسلم تسلم وتعيش. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ألف سلامة. كده حلوت على الآخر. كل صندوق أبيعه أسلك منه حتتين سلاح وأبيعهم لحسابي، ولا من شاف ولا من دري.